احيانا يعني مش دايما، احيانا انا بعمل كده ابعد خالص عن، بتبقى في حوادث كتير جدا، اروح اجيب مثلا روتانا سينما ولا روتانا كلاسيك، الحاجات الكلاسيكيه القديمه، واقعد اسمعها بقى على طول على طول، واكبر دماغي. بالظبط اهو، عملتي ترفيه صح؟ بالظبط، عملت لان الترفيه الواحد فعلا لحالي. بيبقى محبط ومكتئب وحاجات كتيره، اغلب الحاجات اللي بتبقى يعني محوطانه دي بتبقى دايما سيئه وحوادث طب هقول لك على حاجه غريبه. بتساعدك على السعاده. على فكره بس مش جرين جويس. اوكي، جرين جويس. ايه رايك؟ مش انت بتلعبي رياضه؟ الرياضه بتعمل لي ايه؟ مسؤوله في الدماغ هنا في هرمون اسمه الاندروفين، لما بيبتدي يفرز بيحصل ايه؟ احساس بالسعاده. مش بس كده، لما بيحصل تغيير في جسمي وفي نفسي بيحصل ايه؟ بيزيد ثقتي في نفسي. بس ده انا عايزه الرياضه اقول بتغير لحضرتك على رؤيتك حاجه. لنفسك شخصيا. اولا الكوتشات اللي بيدربوا يعني مش رفيعين او مش مثاليين في الجسم، فبالتالي انا شخصيا اتصدمت، دي حاجه. ثانيا انا فعلا كنت رايحه علشان اهم هدف بالنسبه لي كان ان انا انزل انقاص الوزن، ولكن ده ما حصلش في حاجه سريعه كده ان احنا نستمر عليها لانقاص الوزن برضه. تمام، في نقطة، الكوتش زي أي بني آدم في الدنيا بيمر بحاجات كتير جدا في حياته. يعني إيه بيمر بحاجات كتير؟ فترة الكورونا واللي كلنا قعدناها في البيت، الفترة دي زي كل الناس اتحولوا من كوتش لشيف، خلاص بقى بيعملوا الكيكس وبيعملوا كل حاجة. ده طبيعي، كل واحد فينا بيمر في حياته بظروف. في ناس عندها مشكلة من المواسم بتاخد كورتيزول بشكل عالي عشان التنفس، وغيرها وغيرها. في ناس عندهم مشاكل صحية. المهم ان انت تروحي المتخصص، فاهم ازاي ده تخصصه، فاهم ازاي يعملك اعداد بدني وتاهيل، ازاي يعملك وحده تدريبيه تمشي عليه. وات ايفر هو فين، هو ممكن يكون في مرحله معينه وفي خطواته او في خطوات ثابته ان هو ينزل الوزن اللي هو عايزه. ممكن يعني تكون كانت بريجنول حامل وولدت.